شكرا قناة فاسبرس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. كما تعرفوا بان حزب الاتحاد الشركي يستعد اللي باش يعقد المؤتمر ديالو 11، ولكن هذا المؤتمر تنعقد في اطار واحد الجدال كبير بين الاتحاديين حول رغبه الكاتب الاول للحزب ادريس الشجر من اجل ولايه ثالثه. من بين الاصوات الرافضه لهذه القضيه السي محمد بوكري اللي هو ايضا نوى باش يترشح للكتابه الاولى. السي محمد مرحبا بك. شكرا السي احمد، شكرا للاخ، شكرا للاخوين، شكرا لقناه انفاس ولي كل صحبي. انت دفعتي مع الدعوه على مصالحه سي ادريس الشجر بانها خدعه وبانها تجاره في دماء الشهداء، علاش؟ نقول لك انا اش داروا في هذيك المصالحه. انا شفت لي شي جوج، كنت انا موقف من الحيز، كان موقف يصدروا قرار توقيفي ظلما وعدوان، ولكن انا لما شفتني حشمت على عرضي، قلت نمشي نحضر لان الذكرى الحزب ذكرى 60 وحضرت. مشيت تما ما لقيت حتى شي واحد من الوجوه الغاضبه والمزح، لان الحركه الاتحاديه سحبوا منها بزاف الناس بسبب ممارسه هذا السيد. ما لقيتهمش، ما لقيت حتى واحد، لقيت غير انا بوحدي حاضر من اللي كانوا مخاصمين معاه. ما عرفتش اش دار هو. علاش الاتحاد الشركي وصل لهذه المرحلة تاع ان الابناء ديالو تيتهموا بعضياتهم ان هذا حزب امتيازيين، حزب اللي تيقلبوا على المصلحة، في الوقت اللي كان الحزب الاتحادي هو حزب اللي تيقلبوا على المصلحة. نقول لك باش نكون واضح معك، اش وقع لهذا الحزب؟ هذا الحزب كيعيش عطاب ومآسي. ملي طلع هذا السيد في المؤتمر تاع سيطلع تسلم الحزب لا باس به، عنده 45 برلماني وبقى كيبي انه يبقى في السلطه في الحزب الى ما ليه نهايه. بدل البناء الديموغرافي ديال الحزب، مشى جاب دوك اللي تيشاركوا في الحملات الانتخابيه مع العيان اللي ورش عيان، هاد ماشي العيان جابوا داكشي ديالهم ديال الانتخابات، دخلهم للحزب، عطاهم مسؤوليات محليه، عطاهم حتى مسؤوليات في المجلس الوطني، كل عطاهم مسؤوليات في المكتب السياسي. نقول لك هاد الشيء شنو قعد الحزب تبدل البنيه الديموغرافيه ديالو، تبدلوا الاعضاء ديالو ولا حزب جديد منحرف. علاش انحراف؟ ملي كتجيب لواحد مشارك في حمله انتخابيه مع واحد كيشيل الاصوات، شنو بغيتي دير لي؟ بغيتي تجيبو ما عنده علاقه لا فكريه ولا نضاليه ولا شي حاجه بحال هذا؟ انحراف فكري وايديولوجي وتنظيمي. هادي اللي معلم سي ايدو ادريس الشجر تيقولوا بانه هذا السيد راه في هذه المده ديالو اللي خسرته هذه الولايه الجماعيه الولايه التشريعيه الاخيره، راه عدد النواب البرلمانيين ديال الحزب راه ضعف كثير. هذا حق اريد به باطل. نقول لك علاش؟ تقول راه خدا الحزب فيه 45 برلماني، وبعد جاب 20 في 20 الاول جاب 20 برلماني، ودابا جاب 45، جاب 35، دابا جاب 35. كيبان هادشي. وكانت عندنا جهات، وكانت عندنا مجالس مدن، ما بقى عندنا والو. كنا عندنا امتدادات مجتمعيه في المغرب كله، في القطاعات الاستراتيجيه، في الوظيفه العموميه، في الصفوصفات، في الشقق الحديديه، في كل المؤسسات الاقتصاديه الكبرى في البلاد كان عندنا امتدادات، كان عندنا امتداد في الوظيفه، التعليم، الصحه، البريد، كل القطاع الماليه، كل شيء كان عندنا فيه كافي امتدادات في المجتمع. دابا ما بقى والو من داكشي. ما كانش يتحمل ادريس الشجر هذه المهمه المسؤوليه الكبرى، علما ان منذ حكومه التناول والحزب غادي لكن هو عمق هذا الشيء. هو عمق هذا الشيء. وعمق يعني وعمق ازمه الاتحاد الشرعي. عمق هذا الشيء. نقول لك حنا تيقول لك حنا كيقول راه الحزب تقدم. باش تخدم؟ عندنا شي مدن، كندبروا شي مدن، كندبروا شي جهات، ما كندبروا حتى شي حاجه من هذا النوع. حتى شي حاجه من هذا الشيء. والمعارضه اللي تقول غيدير المعارضه، جرع المثقفين وجاب البلطجيه ديال الانتخابات. المثقفين جرع عليهم وجاب البلطجيه ديال الانتخابات. هذوك المثقفين اللي كتجري عليه ما بقيتش كتفكر. اسمح لي الحزب عاجز عن التفكير، عاجز عن تطوير اطروحات، عاجز عن تطوير مشاريع. دابا الحزب لا ينتج. اعطيني ورقه انتجها هؤلاء. معقوله؟ ما بتجو حتى شي حاجه. واخا نمشيو للمؤتمر، تتهم السي ادريس الشجر بانه يحاول ان يهيمن او يسيطر على كل جزئيه تاع المؤتمر. عاش اش دار في الاول ملي جا دار اللجنه التحضيريه؟ هو مني علاش دار هذا الشيء؟ منين في الاصل منين كتجي المصالحه الرماد في العيون، في الاصل منين كتبدل الحزب
كتبدل كلش. نبقى حنا انا نقول لك انا اتحادي وحس انا عاشت قيادات كبيره كثيره وانا ونسيني وانا من 75 وانا في حير دابا كنشوف كنفكر هاد السيد هاد اش من جديد اش من جديد دار ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي اصلاح كاين حتى كلشي تيولي اللور معناها الازمه بنيويه. انت ترشحتي للمؤتمر تاع الكتاب تاع الاتحاد الاشتراكي ولكن يوسف مجاهد خرج بواحد استجواب كيقول فيه بان اللي ما عندوش نضال يومي مع الاتحاديين والاتحاديات نقول الحق بانه يترشح للانتخاب. انا وقفوني السنين هما موقفيني ورجلت طلبني ورجعت ما جاك لك بغيتك تحضر معنا في ديك راستين تكون معنا بغيتي تشوفك الناس تما وتكون معنا وبال الحزمه فيه مشاكل ورجعت ترجع انا رجعت بس رجعت وما دمجونيش اجتماعات المجلس الوطني عندي الحق فيها كعضو مكتب سابق سنين بلا نحضر المجلس الوطني بصير نحضر المجلس الوطني بصير ما كيعيطولوش ما كانت تستشر في حتى شيء ما داخل معاهم في حتى شيء من المصالح من 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 ديك راه 60 ديال الاتحاد الاشتراكي ما دات والو تيقولوا هما راه هذا صلحوا سياسيين صلحوا من سياسي سياسيين عمرك شي حزب ما قادش يتقدم مشروع حزب بغى يدير المعارضه بدايه بالفم شفويه بالكلام المعارضه خصها مشاريع خصها مقترحات تتكون هذه المعارضه وطنيه ماشي معارضه للهضره. الدرس تشجر المؤيدين ديالو تيقولوا بانه هو المرشح الاول الفوز بالكتاب الاول علاش؟ لانه استطاع باش يدير واحد القاعده. ما كاينش قاعده ديال العيان هذوك العيان جابوا الاسماء ديالهم فيهم دابا اللي كيقلب شي واحد في اقليم يديروا في المجلس الوطني ما لقاش الاخوان في الريف قالوا لي شي واحد تما من العيان كيقلب شي واحد يديروا في المجلس الوطني قال له ما راه حتى المكتب السياسي عطوني شي واحد ما عندي ما ندير ما عندي هذا المحيط ديالي ما فيه حتى شي واحد باش غيديروا هذا الشيء كيقول لك راس كيقول لك عندهم تصور سياسي والتصور السياسي اللي عندك دير معارضه فعاله ومنتجه ومساهمه في بناء الوطن انت عايز لانك حتى شي واحد يكتب شي حاجه ما عنده مفكره ما عنده والو انت بغيتي دير واش التصور السياسي السليم هو نبقى حساس انا على الحكومه يدخلوا للحكومه نمشي نسعى للحكومه التسول تيدير التسول وداروا هذا الشيء مع الرئيس الحكومه السابق العثماني مشاو له ورفض وداروه دابا مع السي عزيز اخنوش دابا رئيس الحكومه ورفض اجي انت باغي واش حساب لك السياسه التصور السليم والانقضاض على المناصب الحكوميه هذه هي اهانه حتى ولينا في نهايه المطاف كنلقاو راسنا في اخر حياتنا حنا راه ولينا متسولين مناصب حكوميه. الان دابا تنهضروا على الاتحاد الاشتراكي في العالم سيتو في فرنسا كاين الحديث ان الاشتراكيه ما بقاش يعني شنو رايك في هذا؟ الاشتراكيه نقول لك انا يستحيل الاشتراكيه احلام والاحلام لا تمحي بالكلام نقول لك واحد القضيه السيف اللي ما بقاتش هي الاشتراكيه العلميه اما الاشتراكيه الديمقراطيه راه مستمره هي اللي في اسبانيا هي اللي في عديد هي دابا في المانيا طلعت ما يمكنش تقولوا الاشتراكيه الديمقراطيه كاينه لكن الاشتراكيه العلميه مشات انتهت. واش كاين شي امل بعوده الاتحاد الاشتراكي كما كان في سابق العهد؟ انا عندي امل وعلى هذا الشيء ترشحت لان عندي امل الاتحاد كيعيش مشاكل بنيوي كيعيش مشكله ثقافيه ومشكله تنظيميه ومشكله فكريه ومشكله سياسيه ومشكله اخلاقيه وقع تقهر انقلاب في القيم داخل الاتحاد انا دابا اش كنحاولوا نديروا نشوفوا كيف احنا عندنا مشاريع اصلاحيه انا عندي مقترحات اصلاحيه باش مقرات اصلاحيه فكريه وثقافيه لتغيير الاتحاد بناء الفكريه للاتحاد ثم بذلك من ثم يمكن تغيير السياسه الممارسه السياسيه للاتحاد وممارسه قطيعة مع هذا المازق اللي طحنا فيه. بالنسبه لك ترشحتي الكتابه الاولى اشني اولى الاولويات حالت اذا نجحتي في هذا المنصب؟ اولى الاولويات هي قيام باصلاحات تنظيميه وسياسيه تضمن للاتحاد ان نرجعوا الى حزبهم غادروا ما قلت لك راه ما كايناش مصالحه خصنا نتصالحوا مع الاتحادين كاين اتحادين ما باغينش يجيو تمارس حكم اعمال بلطجيه ممارسه بلطجيه ما باغينش يجيو ما معنى تجند واحد وتصيفطو المثقف يسبو بالاجتماع. سي بوكري شكرا جزيلا على قبول الدعوه وبالتوفيق. شكرا لكم الله يفتح عليكم اخويا. شكرا لكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.